بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا ومرحبا بكم أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي في برنامج مدرسة على الهواء في مادة العلوم. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا فيها عن الخصائص الفيزيائية والكيميائية للمادة. عرفنا أن أي مادة من المواد لها خصائص فيزيائية ولها خصائص كيميائية. النهاردة بنبدأ في الدرس الثاني، ودرسنا بعنوان تركيب المادة. المادة عبارة عن ايه؟ بتتركب من ايه؟ مكونات المادة عبارة عن ايه؟ تعالوا نعمل نشاط بسيط اوي في الاول بيحصل معانا كلنا ونتعرف عليه. هيحصل ايه لو انا جبت زجاجة من العطر مثلا وفتحتها؟ ماذا يحدث عند ترك زجاجة عطر مفتوحة لفترة؟ هنسيبها شوية كده في مكان في الغرفة، بعد شوية هنلاحظ ان رائحة العطر انتشرت في الغرفة، وبدأنا كل واحد يشم العطر وهو موجود في مكان مختلف. طب ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل هنا؟ هنلاحظ انتشار رائحة العطر في أرجاء الغرفة. طيب ماذا يعني ذلك؟ ده معناه ايه؟ نبص هنا، أن العطر تجزأ إلى دقائق صغيرة جدا تسمى جزيئات لا ترى بالعين المجردة. زجاجة العطر أنا شايف فيها العطر سائل كمادة سائلة، لما تركتها مفتوحة فبدأت جزيئات المادة اللي هي الدقائق الصغيرة أوي دي تبعد عن بعضها، تنتشر في أرجاء الغرفة كلها، أنا مش شايفها بعيني لكن مستدل عليها بالرائحة. يبقى إذا هنا المادة ممكن تتجزأ لوحدات صغيرة. أي مادة كبيرة قدامنا عبارة عن وحدات صغيرة، وده أقدر أستنتج منه إن أي مادة هي عبارة عن أنها تتكون من دقائق صغيرة تسمى جزيئات. المادة دي كانت صلبة، كانت سائلة، كانت غازية، في كل الحالات اسمها جزيئات. الجزيئات دقيقة جدا، معنى كده إن الجزيء مفرد كلمة جزيئات. طب يبقى الجزيء هو إيه؟ الجزيء هو وحدة بناء المادة. يبقى المادة تتكون من دقائق صغيرة، هذه الدقائق تسمى جزيئات، أصغر حاجة في المادة تسمى جزيء. كانت المادة عنصر، كانت المادة مركب، كانت المادة أي نوع من الأنواع، أصغر حاجة فيها تسمى جزيئات. لو خدنا مثال أوضح من كده شوية، لو قلنا مثلا الحيطة اللي عندي دي مادة صلبة. طب الحيطة دي أساسها عبارة عن إيه؟ مجموعة من قوالب الطوب مرصوصة جنب بعضها. لو أنا بصيت لكل قالب من القوالب دي هجد مثلا على سبيل المثال هنا قالب، وفي جنب منه واحد تاني، جنب منه واحد تالت، جنب منه واحد رابع، ثم صف تاني وهكذا، ثم صف تاني وهكذا، في الاخر اداني شكل المادة اللي هي المادة الصلبة. يبقى اصغر حاجة في الحائط ده كله اللي هي بتعتبر المادة اللي عندي هو قالب الطوب اللي هو بمثابة الجزيء عندنا. اي مادة كانت حالتها عبارة عن مجموعة من هذه الجزيئات. طيب لما اجي اعرف الجزيء اقول الجزيء عبارة عن ايه؟ ايه هو الجزيء؟ تعريفه نبص مع بعض. الجزيء هو اصغر جزء من المادة يمكن ان يوجد على حالة انفراد وتتضح فيه خواص المادة. تعالوا نفصص التعريف شوية. الجزيء اصغر جزء من المادة، يعني اي مادة كانت حالتها عبارة عن مجموعة من الجزيئات الصغيرة اللي بتبقى جنب بعضها بطريقة ما. طيب يوجد على حالة انفراد يعني ايه؟ يعني مفيش اتنين جزيء بيبقوا ماسكين في بعض او متداخلين في بعض، لا مفيش في الجزيئات، مفيش. الجزيء دايما على حالة انفراد، الجزيء دايما على حالة انفراد. الانفراد معناه ان كل جزيء بيبقى لوحده ملوش علاقة بالجزيء التاني، لان بعد كده هنعرف الجزيء ده عبارة عن ايه ومكوناته عبارة عن ايه. ولكن اللي يهمنا دلوقتي ان انا بعلق على كلمة يوجد على حالة انفراد عشان ابقى فاهم معنى تعريف الجزيء، ان الجزيء يوجد بصورة منفردة بهذا الشكل مثلا اهم، كل جزيء لوحده. ثم بقيت التعريف بيقول لك وتتضح فيه خواص المادة. تتضح فيه خواص المادة يعني ايه بقى؟ يعني صفات المادة كلها انا اقدر اعرفها من جزيء واحد. اقدر اعرف صفات المادة، نرجع للخصائص، اللون والطعم والرائحة والكثافة ودرجة الانصهار ودرجة الغليان، الحاجات اللي احنا قلناها في الدرس الاول. مش لازم تبقى المادة كلها متكاملة عندي، جزيء واحد اقدر اعرف منه خواص هذه المادة. زي ايه مثلا؟
لو قلنا السكر مثلا، السكر مادة، مش السكر مادة؟ طيب السكر ده عبارة عن يعني حبيبات. لو انا خدت حبيبة واحدة هعتبر دي الجزيء بتاعي، هعتبرها جزيء، طبعا الجزيء صغير جدا لا يرى بالعين، بس هعتبر ان دي حبيبة من مادة السكر، هعتبرها دي الجزيء. طب الحبيبة دي لونها ابيض، يبقى مادة السكر كلها لونها ايه؟ ابيض. يبقى انا كده عرفت الخاصية اهو. طيب الحبيبة دي لها طعم حلو، يبقى مادة السكر كله لها طعم ايه؟ حلو. يبقى اذا انا كده استدليت على خصائص المادة الاساسية اللي هي السكر من خلال جزيء واحد فقط، ده معنى عبارة وتتضح فيه خواص المادة. يبقى نقول التعريف تاني بقى بعد ما فهمنا بقى، الجزيء اصغر جزء من المادة يمكن ان يوجد على حالة انفراد وتتضح فيه خواص المادة. يبقى انا فهمت دلوقتي، عايزك تفهم معايا ان الجزيء اللي موجود عندي ده اصغر حاجة من المادة، مش مفيش جزيئات متداخلة مع بعضها، الجزيئات في حالة منفردة، مفيش جزيئات تتفاعل وتتداخل مع بعضها، لان التفاعل هنعرف بعد كده بيتم عن طريق حاجة اسمها الذرات لسه بعد كده. يبقى الجزيء في حالة منفردة تظهر فيه خواص المادة او تتضح فيه خواص المادة، الخواص الفيزيائية او الخواص الكيميائية ممكن اعرفها من جزيء واحد. تعالوا دلوقتي نتعرف على الجزيئات دي. طب الجزيئات دي مرصوصة جنب بعضها، هل في بينها مسافات ولا مفيش؟ وهل مسافات كبيرة ولا مسافات صغيرة؟ طبيعي طالما الجزيئات اترصت جنب بعضها شيء طبيعي بينها ما يسمى بالمسافة البينية، يعني مسافة بين الجزيئات، عشان كده بنسميها مسافة بينية. المسافة دي ممكن تبقى كبيرة ممكن تبقى صغيرة زي ما هنتعرف عليها كمان شوية. طب ما هي المسافات البينية دي؟ هي عبارة عن فراغات موجودة ما بين جزيئات المادة. لو قلنا ان دي المادة اللي عندي، يبقى انا عندي فراغات، هنا في فراغ اهو، هنا في فراغ، هنا في فراغ، هنا في فراغ، يبقى فراغات. الفراغات ممكن تبقى كبيرة وممكن تبقى صغيرة حسب حالة المادة، ولكن انا عندي فراغ. يبقى اذا المسافات البينية هي الفراغات الموجودة بين جزيئات المادة. طيب الجزيئات دي هل في قوة بينها وبين بعضها بتتحكم في الجزيئات؟ قوة بين الجزيئات وبعضها، ولا الجزيئات دي مفيش حاجة بتربطها مع بعضها؟ يوجد بين الجزيئات ما يسمى بقوى التماسك، اسمها كده قوى التماسك، وساعات نطلق عليها قوى الترابط او قوى التجاذب، التلاتة بنفس المعنى، اسميها قوى تماسك، اسميها قوى ترابط، اسميها قوى تجاذب، التلاتة بنفس المعنى. هذه القوة توجد بين الجزيئات، قيمة القوة دي تتحدد حسب حالة المادة، هل المادة دي حالة صلبة ولا سائلة ولا غازية، بتختلف قوة التماسك. طيب يبقى قوة التماسك هي عبارة عن ايه؟ هي القوة التي تربط بين جزيئات المادة الواحدة. تاني، قوة التماسك او الترابط تعرفها، هي القوة التي تربط بين جزيئات المادة الواحدة. يبقى اذا قوة التماسك او قوة الترابط او قوة التجاذب الموجودة بين جزيئات المادة، هذه القوة هي اللي بتربط لجزيئات المادة مع بعضها. القوة دي وخواص المادة لها صفات هنتعرف عليها من خلال بعض الأنشطة هنقوم بيها وهنتكلم عنها دلوقتي عشان نشوف خصائص الجزيئات دي عبارة عن ايه، تتكون من ايه. تعالوا مثلا نبدأ بالنشاط الاولاني، بيقول لي ضع كمية من برمنجانات البوتاسيوم في دورق به ماء. اجيب دورق اهو، الدورق ده هحط فيه مية وهحط قطرة من برمنجانات البوتاسيوم، مادة اسمها برمنجانات البوتاسيوم. المادة دي لونها بنفسجي، لونها بنفسجي، هحط قطرة منه، القطرة هتبدأ تنزل هنا وهبدأ انتظر لفترة كده في الدورق وابص على الدورق شوف ايه اللي هيحصل فيه. هلاحظ ان اللون البنفسجي بتاع البرمنجانات بدأ ينتشر في الدورق كله. ده معناه ايه؟ معناه ان مادة البرمنجانات دي الجزيئات بتاعتها اتفتتت، بعدت عن بعضها، بدأ كل جزيء يروح في اتجاه، فبالتالي حصل انتشار للون البنفسجي داخل الدورق اللي انا حاطط فيه مية اصلا. يبقى اذا النشاط بتاعي بيقول لي ضع كمية من برمنجانات البوتاسيوم
في دورة به ماء هنلاحظ انتشار اللون البنفسجي في الدورة. طيب هستنتج من كده ايه؟ ان جزيئات المادة في حالة حركة مستمرة. ليه؟ لان جزيئات مادة البرمنجانات انتشرت بين جزيئات المية في جميع الاتجاهات. مادة البرمنجانات كانت جزيئاتها قريبة من بعضها، لما نزلت في المية بدأت تبعد عن بعضها لانها تتحرك باستمرار. برضه هنقول حركة كبيرة، حركة صغيرة، حركة في مكانها، ده لسه هنتكلم حسب حالة المادة. بصفة عامة هناك حركة للجزيئات، لما اتحركت الجزيئات فبدأت تنتشر في الدورق كله، فبالتالي اللون يتوزع في الدورق كله في جميع الاتجاهات. يبقى الاستنتاج اللي استنتجه من النشاط الاولاني ده ان جزيئات المادة في حالة حركة مستمرة. مفيش مادة عندنا جزيئاتها ثابتة تتحرك، لكن نوع الحركة ممكن يختلف، لكن هناك حركة. تعالوا نشوف نشاط تاني برضو نستدل منه على خاصية من خصائص الجزيئات. النشاط بيقول لي ايه؟ اضف 200 سنتيمتر مكعب من الكحول الاسيلي الى 300 سنتيمتر مكعب من ماء في مخبار مدرج. هجيب مخبار مدرج بالشكل ده كده، المخبار ده عليه تدريج، هحط في المخبار ده 200 سنتيمتر مكعب كحول إيسيلي. كحول الإيسيلي مادة سائلة اللي احنا بنسميها السبيرتو، وهاجي اروح حاطط فوق منها من هنا 300 سنتيمتر مكعب مية. يبقى المية هتزيد، هتبقى كده مثلا ده الكحول وهنا هتبقى المية. المفروض الطبيعي ان حجم المخلوط ده كله على بعضه يبقى كام؟ فكر معايا، 200 سنتيمتر مكعب كحول حطيناهم على 300 سنتيمتر مكعب مية، يبقى المفروض ان الحجم كله يبقى 500 سنتيمتر مكعب، مفروض كده تمام. تعالوا نشوف اللي حصل ايه. الملاحظة، حجم المخلوط طلع اقل من 500 سنتيمتر مكعب، اقل منه شوية. طب ازاي؟ ده انا حاطط 200 سنتيمتر مكعب كحول و 300 سنتيمتر مكعب مية، اما اجمعهم المفروض يطلعوا 500. ايه اللي حصل هنا؟ الاستنتاج بتاعي ان جزيئات المادة في بينها وبين بعضها مسافات، هذه المسافات بتنتشر فيها جزيئات الكحول، خلايا الكحول، الجزيئات سوري بتنتشر بين جزيئات الايه؟ المية. يبقى انا لما اجي اكبر الكلام ده واشوفه اقول ده معنى كده ان جزيئات الكحول كانت بعيدة عن بعضها شوية مثلا على سبيل المثال كده، ولما جينا حطينا جزيئات المية بدأت جزيئات المية تخش في المسافات اللي موجودة ما بين الجزيئات دي وبعضها، فبالتالي الحجم المخلوط طلع اقل من ال 500، ما طلعش 500 سنتيمتر مكعب. يبقى الاستنتاج يوجد بين جزيئات المادة مسافات بينية لأن بعض جزيئات الكحول انتشرت بين جزيئات الماء. أستنتج إيه من كده؟ إن المسافات دي موجودة بين الجزيئات. يبقى في النشاط الأولاني استنتجنا إن الجزيئات في حالة حركة مستمرة، مفيش جزيئات ثابتة في مكانها، ده النشاط الأول. النشاط الثاني استنتجنا منه إن في مسافة بين الجزيئات وبعضها، قلنا المسافة دي هتبقى كبيرة هتبقى صغيرة، هنعرفه كمان شوية حسب حالة المادة. تعالوا نشوف النشاط الثالث اللي معانا. حاول تفتيت قطعة من الحديد بيدك، قطعة حديد حاول تكسرها تفتتها بإيدك. طيب هنجيب كمية من المية في دورق وحاول ان انت تقسمها في عدة اكواب، دورق مية وهبدأ اقسم المية اللي فيه في عدة اكواب. مين اسهل؟ مين اللي ممكن اعمله؟ افتت الحديد بإيدي ولا اوزع المية على الاكواب؟ مين هيبقى اسهل؟ طبعا الشيء الطبيعي ان احنا هنلاحظ هنا ان الحديد صعب جدا جدا تفتيته، مش هقدر، لكن المية سهلة. يبقى الملاحظة، يصعب تفتيت قطعة الحديد باليد بينما يسهل تجزئة الماء في اكواب. ده معناه ايه؟ معناه ان في مواد بتبقى قوة التماسك اللي ما بين جزيئاتها دي كبيرة قوي، فانا ما بقدرش افتتها، ما بقدرش عليها، بينما
جزيئات الميه دي ماده سائله بتبقى قوه التماسك اللي بينها اضعف شويه، فممكن افتتها. يبقى اذا مش كل المواد قوه التماسك بيبقى فيها زي بعضها. يبقى اذا استنتج من كده، من النشاط ده، انه يوجد بين جزيئات الماده ما يسمى بقوى التماسك او قوى التجاذب او قوى الترابط زي ما قلنا عليهم قبل كده. يبقى التلات انشطه اللي احنا عملناهم قدرنا نستنتج منهم ما يسمى خصائص الجزيئات. اللي هي ايه بقى خصائص جزيئات الماده؟ اي ماده جزيئاتها لها ثلاث خصائص. نمره واحد، جزيئات الماده في حاله حركه مستمره. استدلينا عليه منين؟ استدلينا عليه من خلال زجاجه العطر، لما فتحناها سيبناها شويه انتشرت في ارجاء الغرفه. تمام؟ انتشارها في ارجاء الغرفه معناها ان الجزيئات تفتتت وبالتالي انتشرت في الهواء. يبقى معنى كده ان جزيئات الماده في حاله حركه مستمر، ما هي ثابته في مكانها. الخاصيه الثانيه، يوجد مسافات بينيه بين جزيئات الماده. اي ماده حسب حالتها، صلبه، سائله، غازيه، ادي الثلاث حالات اللي موجوده عندنا. في كلتا الثلاث حالات، اي حاله منهم، هناك مسافه بين الجزيئات وبعضها. الجزيئات مش لازم تكون متلاصقه، ممكن تكون مسافه صغيره جدا، بس موجود مسافه بين الجزيئات. يبقى الخاصيه الثانيه، يوجد مسافات بينيه بين جزيئات الماده. الخاصيه الثالثه، جزيئات الماده بينها قوى تماسك، وزي ما قلنا ممكن اسميها قوى تجاذب او اسميها قوى ترابط. الثلاث مسميات زي بعض. يبقى انا كده استنتجت ان اي ماده عندي تتكون من دقائق صغيره جدا لا ترى بالعين تسمى جزيئات. يبقى اذا وحده بناء اي ماده، يعني اي ماده تتكون من ايه؟ من جزيئات، مفردها كلمه جزيء، يبقى الجزيء ده وحده بناء الماده، يعني اصغر حاجه في الماده. الجزيء عباره عن ايه؟ اصغر جزء من الماده، موجود على حاله انفراد وتتضح فيه خواص الماده، صفات الماده باينه فيه. طيب خواص الجزيئات دي ايه؟ صفات الجزيئات دي ايه؟ صفات الجزيئات ثلاثة، أو خصائص الجزيئات ثلاثة. نمرة واحد، في حالة حركة مستمرة، جزيئات المادة في حالة حركة مستمرة. نمرة اتنين، يوجد مسافات بينية بين جزيئات المادة. نمرة ثلاثة، جزيئات المادة بينها قوى تماسك أو قوى تجاذب أو قوى ترابط. وهنا بنيجي نسألك بقى بعض الأسئلة تطبيقا على الكلام ده. مثلا علل، يصعب تفتيت الحديد. صعب جدا افتت الحديد. انا فهمت دلوقتي ان الحديد ماده صلبه، الجزيئات متماسكه مع بعضها بقوه تجاذب او قوه تماسك كبيره جدا، انا مش قادر عليها فما اقدرش افتتها. طب لما اجي اجاوب علل يصعب تفتيت الحديد او ليه، نشوف الاجابه. لان قوه التماسك بين الجزيئات كبيره جدا، قوه التجاذب دي كبيره قوي، او قوه التماسك دي كبيره قوي، انا مش قادر عليها فبالتالي ما اقدرش افتت الحديد، سواء بايدي او حتى بالمطرقه ما اقدرش افتته لكبر قوى التماسك. ناخد سؤال تاني، علل يسهل تفتيت الخشب. خشبه، حته خشبه صغيره، سهل قوي ان انا اكسرها، يعني مش هتشكل لي صعوبه كبيره. ليه؟ ايه السبب؟ اكيد قوى التماسك اللي ما بينها وما بين بعضها، بين الجزيئات وبعضها، هتبقى اقل شويه، أضعف من حالة الحديد. نشوف الإجابة. لأن قوة التماسك أو الترابط بين جزيئات المادة هنا مالها ضعيفة. هتقول لي يا مستر طيب أنا عندي الحديد مادة صلبة وعندي الخشب مادة صلبة، يعني المفروض إن هنا الجزيئات دي قوة التماسك بينها زي هنا الجزيئات دي؟ لا، هو المادة بتختلف من حيث درجة الصلابة. نرجع للدرس الأولاني، خدنا خاصية من ضمن الخصائص الفيزيائية اسمها درجة الصلابة. يبقى اذا مش كل المواد صلبه زي بعضها. تمام؟ في هنا بيحصل عندي مواد اكثر صلابه ومواد اقل صلابه شويه. يبقى اذا مش كل المواد فيها نفس درجه الصلابه. طيب نشوف سؤال تاني، علل اختفاء السكر عند وضعه في كوب به ماء بعد فتره. كوب، هذا الكوب فيه ميه، حطيت قطعه سكر وسبته شويه. هبدا ابص الاقي قطعه السكر عماله بتقل 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 في الحجم، ثم يختفي السكر. طيب راح فين السكر؟ خلي بالك السكر هيدوب
في الميه. يبقى انت عندك السكر هنا ماده صلبه وعندك الميه ماده سائله، ايه اللي هيحصل؟ جزيئات السكر انتشرت في المسافات البينيه الموجوده بين جزيئات الميه. يبقى جزيئات الميه هنا في بينها وبين بعضها مسافات. السكر لما اتفتت وتحول الى جزيئات دقيقه بدأ يخش ما بين المسافات اللي هي ما بين جزيئات الميه، فاختفى السكر بين جزيئات الميه. نقول السؤال تاني، اختفاء السكر عند وضعه في كوب به ماء بعد فتره علل، لان جزيئات السكر انتشرت في المسافات البينيه الموجوده بين جزيئات الميه. طيب سؤال رابع، الماده الغازيه ليه ملهاش شكل ثابت؟ اكسجين، هيدروجين، الهواء، مواد غازيه، هل الماده دي لها شكل ثابت منتظم عندي؟ لا، ملهاش شكل ثابت. طيب السؤال طبعا هنا الاجابه لان المسافات البينيه بين جزيئات الماده الغازيه بتبقى كبيره جدا، وبالتالي بتبقى قوه التماسك ضعيفه، فتنتشر الجزيئات في كل الحيز المتاح ليه. يبقى اتعرفنا النهارده على خصائص الجزيئات وعلى حالات الماده. ان شاء الله في الحلقه القادمه بنعمل مقارنه ما بين حالات الماده اللي موجوده. اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.